حياكم الله مشاهدينا، وأسعد الله صباحاتكم في طبعة جديدة من طبعات الصحافة في الأخبار المحلية والعربية والإقليمية والعالمية. معنا ميثاق حكمة والزميلة رسالة. صباح الخير. صباح الخير ميثاق. صباح الخير مشاهدينا الكرام. طبعة اليوم من العراقية الإخبارية، لكن بعد هذا الفاصل. أول الصحف أصادر لهذا اليوم من صحيفة الصباح وأبرز العناوين فيها: الأمم المتحدة، العراق أكثر دول العالم تضررا بالذخائر، 3 مليارات متر مربع ملوثة بالألغام والمخلفات الحربية. وأيضا النفط تعتزم تخفيض سعر البنزين الممتاز، وتريليون دينار لمشروع تشغيل الشباب. وفيها أيضا العمل، الفيزا السياحية وراء تزايد العمالة الوافدة، وخمسون نائبا يطعنون بجلسة 10-10. وكتبت أيضا الصباح: استياء في كردستان جراء استقطاعات كبيرة في الرواتب. وأيضا الداخلية توعد ضحايا كورونا شهداء. المالية النيابية تتسلم القانون البديل لموازنة 2020. وأخيرا الصحة مستمرون باستخدام بلازما الدم كوفيد-19. من الصباح مشاهدينا ننتقل وياكم إلى الزوراء وأبرز ما جاء في صحيفة الزوراء من عناوين: المالية النيابية تكشف للزوراء عزم الحكومة اقتراض تقريبا ما يقارب من 15 مليون تريليون دينار لتأمين الرواتب، أكدت رفضها تمرير قانون الاقتراض الجديد دون إصلاحات اقتصادية حقيقية. هذا فيما يخص البرلمان. أيضا إلى عنوان آخر من عناوين الزوراء البارزة: الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للبطالة وللأزمات الراهنة. لجنة التعديلات الدستورية لانتخابات مبكرة دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية. عناوين متعددة في الزوراء. ننتقل إلى الصحة، وفيها: الصحة تؤكد عدم وجود حظر الاتجوال وتشدد على ارتداء الكمامة. لليوم الثاني على التوالي تراجع الإصابات بكورونا في العراق مع ارتفاع حالات الشفاء. ومن ضمن العناوين: وفاة عضو المحكمة الاتحادية العليا إثر مرض عضال. نذهب إلى أعلى صفحة الزوراء، وفيها: الرشيد يمنح 10 ملايين دينار قروضا للأرامل والمطلقات. أخيرا في الزوراء: النقل تستأنف الرحلات المجدولة من وإلى إيران بدءا من اليوم. هذا ما جاء مشاهدينا في الزوراء. ماذا لديك في الصباح الجديد؟ ننتقل إلى الصباح الجديد وأبرز العناوين الملفتة في هذه الصفحة الأولى: كتل سياسية تعتزم الطعن بجلسة التصويت التي أقرت عدد الدوائر الانتخابية لمحافظات البلاد. والحكومة تقدر سعر برميل النفط ب 42 دولار في مشروع موازنة 2021. وكتبت أيضا: المالية النيابية تستبعد رفع سعر الدولار زائد دينار لتعويض انخفاض عائدات النفط. وكتبت أيضا الصباح الجديد: انتقادات واسعة للتضييق المستمر على حرية الرأي في أربيل ودهوك. وأخيرا: لا فائدة من إعادة الحظر والوزارة مستعدة لمواجهة وباء كورونا. من الصباح الجديد مشاهدينا ننتقل وياكم إلى الزمان وأبرز ما جادت فيه الزمان من عناوين، منها: الكاظمي خطوات حقيقية وجادة لمعالجة الأزمات وتحويلها فرصا للإصلاح والتنمية. أيضا وزير المالية يحذر من عواقب انخفاض الاحتياطي النقدي. استمرار تراجع الإصابات بكورونا وتسجيل أكثر من 3800 حالة شفاء. أيضا فيها: مرضى السرطان يناقشون أو يناشدون وزير النقل. من ضمن العناوين الأخرى في الزمان: القضاء والأمن الوطني يبحثان إجراءات ردع المخالفين للقانون، وفعاليات سياسية ودينية تنعى الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي، واستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي، استئناف الرحلات الجوية بين مطاري بغداد والنجف إلى إيران. وأخيرا وزيرة الهجرة توزع شققا سكنية بين 300 عائلة. إذن نتواصل معكم وطبعة اليوم الصحف العربية والعالمية، لكن بعد هذا الفاصل. نبدأ من الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، وفيها: وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ليعقد مباحثات ثنائية.
يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين فؤاد حسين وزير خارجية العراق، وذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير. ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمرا صحفي مشترك بين الوزيرين. إلى الدستور الأردنية مشاهدين، حيث نشرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية تعلن إصابة حنان عشراوي بالفيروس. نتابع التفاصيل. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأحد عن إصابة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بفيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيان لها إن عشراوي التي تشغل أيضا منصب رئاسة دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في المنظمة مصابة بكوفيد 19، وعليه تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات حنان عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء. وأيضا من الاتحاد الإماراتي نقرأ: الجزائر تسجل إصابة جديدة ب 132 بكورونا. أعلنت وزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر أمس الأحد عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، بتراجع 4 حالات عن حصيلة يوم السبت، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 53072 منذ اكتشاف أول حالة نهاية شباط الماضي. وكشف جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي عن رصد 6 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات إلى 1795، كما أشار إلى تعافي 104 مصابين، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 37274. آخر الصحف العربية مشاهدين، صحيفة القابس الكويتية ومنها إيران تعلن عن إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية. نتابع. أصيب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي بفيروس كورونا المستجد على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا، بينما سجلت الجمهورية الإسلامية حصيلة يومية قياسية لضحايا كوفيد 19. وأشارت الوكالة إلى أن صالحي الذي يشغل أيضا منصب مساعد رئيس الجمهورية حسن روحاني خضع في 23 الأول لفحص لكشف كوفيد 19 جاء نتيجته إيجابية. وأتى الإعلان بعد ساعات من تأكيد مساعد آخر لروحاني ومحمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والميزانية أنه خضع أيضا للفحص وظهرت نتيجته إيجابية. وأيضا إلى الصحافة العالمية، فيها صحيفة الاندبندنت نطالع فيها: جونسون يعتزم التحدث مع ميركل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحدث مباشرة مع المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق انفراج في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة حاسمة هذا الأسبوع. وقد حدد رئيس الوزراء البريطاني موعدا نهائيا في 15 تشرين الأول لتوقيع اتفاق أو ليكون الاتفاق في المتناول حول الشروط التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وهو يكثف مشاركته في العملية في محاولة لتسهيل المفاوضات. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها نشرت البيت الأبيض يحث الكونغرس على التعاون بشأن حزمة التحفيز. نتابع التفاصيل. حث وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الكونغرس على العمل معا من أجل إقرار حزمة تحفيز اقتصادية بشأن التعافي من فيروس كورونا. وكتب مونوشين وميدوز: لقد حان الوقت لكي نجتمع معا ونصوت فورا على مشروع قانون يسمح لنا بإنفاق أموال لبرنامج حماية الرواتب بينما نستمر في العمل نحن نحو حزمة شاملة. وأضاف إن نهج كل شيء أو لا شيء هو رد غير مقبول تجاه الشعب الأمريكي. أيضا ما زلنا نتناول الصحف العالمية من صحيفة ديلي ميل، ومنها الولايات المتحدة تسجل نحو 55,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
سجلت الولايات المتحدة 54,600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 50,000 إصابة، وأكثر من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم 304,060 حالة على مدار الساعة 24 الماضية، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1,073,955 حالة على مستوى العالم. الختام مشاهدينا في العالمية في هذا الخبر من صحيفة ذا تيليغراف، وفيها روسيا تعلن لافروف وأيضا أوغلو يؤكدان ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق بين موسكو بشأن كارباخ. نتابع تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأحد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود شاوش أوغلو ناقشا الوضع القائم في منطقة ناغورنو كاراباخ، وأفادت بأن الوزيرين أكدا مجددا على ضرورة التنفيذ الصارم لجميع بنود البيان المشترك لوزارة خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان والذي تم تبنيه عقب محادثات في موسكو. وقالت الخارجية الروسية في بيانها جرى تبادل الآراء بشأن الوضع في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ الذي نشأ نتيجة للمفاوضات الثلاثية في موسكو يومي 9 و10 من تشرين الأول. مشاهدينا، وبالعودة للشأن المحلي، هذا اتصال يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عامر حسن فياض أستاذ العلوم السياسية. دكتور صباح الخير في طبعة اليوم، وهل تعتقدون أن الجلسات البرلمانية القادمة ستكون أكثر تمثيلا لنبض الشارع منه للكتل السياسية، خصوصا مسألة قانون الانتخابات ودوائره؟ بالتأكيد، يعني صباح الخير للجميع. بالتأكيد يعني الذي تم التوصل إليه من خلال مجلس النواب باعتماد معيار الكوتا لتحديد الدوائر الانتخابية، هذه بحد ذاتها مشكلة سوف يولد مجموعة مشاكل. أنا أعتقد يعني اعتماد مثل هذا المعيار سيؤدي إلى مشكلات كثيرة. فماذا بعد اعتماد هذا المعيار؟ إذا كانت بغداد حسب الكوتا 17 امرأة أو 17 مقعد، وهذا يعني بأن بغداد ستكون 17 دائرة انتخابية. كيف سيتم تقسيم هذه الدوائر وفق النفوس؟ هنا المشكلة ستنبثق مرة أخرى. فأنا بتصوري يعني سوء فهم الدوائر المتعددة هو الذي أدى إلى ذلك. المعروف بأن الدوائر المتعددة اللي يتلاهم معها النظام الفردي تقتضي أن تكون أن يكون العراق في مجموعة أكثر من دائرتين، يعني 3 فما فوق. والعراق وفق القانون السابق هو 18 دائرة انتخابية، يعني التعدد هو حاضر أساسا، ولكن تقسيم كل محافظة إلى دوائر متعددة هذا يقتضي مسألتين، والمسألتين تعجيزية. المسألة الأولى هي مسألة الإحصاء السكاني، لابد أن يتم إحصاء سكاني لكي تكون كل دائرة انتخابية معروفة النفوس حسب الدستور، هذه واحد. اثنين، المسألة الأخرى هو التعديل الدستوري، وهي مسألة تعجيزية أيضا. لكل 100,000 نسمة سيكون هناك مقعد. كيف نضبط 100,000 نسمة بتقسيم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية؟ هذه القضية، يعني المسألة هي مو حل رقمي حتى مجلس النواب يتفق على اعتماد معيار الكوتا لكي يوزع بغداد أو تروك أو الكوت أو إلى آخره. هذه ستولد مشاكل كثيرة لدينا لاحقا، واعتقد عمليا سوف تؤدي إلى تضارب ما بين منطقة أو دائرة انتخابية ودائرة أخرى. سوف لن يكون هناك رضا، في حين أن الحلول
لابد وأن تؤدي إلى تسويات وإلى رضا الناس، الأقضية، النواحي إلى آخره. فأنا أعتقد مجلس النواب أخطأ في ذلك عندما اختار الكوتا لكي يؤدي إلى دوائر متعددة. الدوائر المتعددة أصلاً موجودة لو تم اعتماد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. طبعاً تداعيات هذه المسألة أيضا كثيرة. العراق يحتاج إلى لحمة وطنية عراقية ولا يحتاج إلى تفتت. هذا المجلس هو ليس مجلس محلي، هو ليس مجلس بلدي لكي يكون ممثلين من المناطق. وحسب الدستور كل نائب هو ممثل لكل الشعب العراقي بعد انتخابه. فكيف ننساق وراء دعوات شعبوية تؤكد بأن النائب لابد أن يكون من منطقتي أو من عشيرتي أو من محلتي؟ يعني كيف فكر مجلس النواب بذلك؟ يعني دكتور عامر إذا كانت المحافظة ممثلة بدائرة انتخابية وحدثت كثير من المشاكل في بين أعضاء مجلس المحافظة، فكيف إذا كانت للنواحي وللأقضية دوائر هذه المتعددة؟ ألم تربك الشارع السياسي، الشارع العراقي المجمل، الدولة بمجملها؟ أبدا لا، بالعكس، عندما تكون بغداد 17 دائرة انتخابية سوف تكون هناك مشاكل 17 مشكلة، بينما عندما تكون بغداد دائرة انتخابية واحدة مشكلة واحدة يتحدث عنها. بالضبط ستكون 17 مشكلة موجودة إذا كان بغداد 17 دائرة انتخابية. كيف يتم فصل دائرة عن دائرة أخرى؟ كيف يتم تحديد نفوس دائرة عن دائرة أخرى؟ هذه إلا بإحصاء السكاني، والإحصاء السكاني العراق 17 سنة ما قاعد يسوي. فهذه المسألة لابد أن نفكر بها. طيب دكتور، فيما يخص المحكمة الاتحادية دكتور عامر، طبعا هذه المشكلة الثانية، يعني تصديقها على الانتخابات راح يكون، هل هناك اعتبر مشكلة كبيرة؟ نعم، هذه مشكلة كانت محتاجة عضو واحد بالمحكمة الاتحادية، الآن عضوين باعتبار أن عضو آخر مع الأسف توفى أيضا، فالآن عضوين نقصت المحكمة الاتحادية، وهذه مشكلة أخرى، لأن المصادقة على الانتخابات لابد أن تتم بالإجماع من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية التسعة، وعلى هذا الأساس الآن ناقصة المحكمة الاتحادية لعضوين، فهذه مشكلة أخرى، ولكن بالإمكان حلها من خلال مجلس النواب نفسه. يعني ربما يتحجج مجلس النواب بأن القضية تحتاج إلى تعديلات. متى يحل هذه المشاكل دكتور عامر؟ إذا لدينا مشكلة انتخابات وقانون انتخابات، لدينا مشكلة الموازنة، الآن عن طريق نتحدث عن الموازنة، ما هي الطريقة الأفضل التي يمكن أن تتعامل بها الحكومة مع ضغط الشارع المطالب بالحقوق المؤجلة، وخصوصا بعد التأجيلات بالنسبة للموازنة؟ يعني عندنا مشكلة بقانون انتخابات، عندنا الآن مشكلة بالتأجيل مع الموازنة. أنا أعتقد هذه المشاكل تمر بها كل دول العالم، ولكن الفرق بأن دول العالم عندما تفكر بمشكلة تضع حلا لا يولد مشاكل، في حين لدينا تضع حلولا تجر وراها مشاكل كثيرة. هذه المشكلة الأساسية. العراق بلد غني وليس بلدا فقيرا، يعني يفترض العراق آخر من يفكر بأن الرواتب لا تصرف أو تتأخر، ولكن سوء الإدارة بشكل أو بآخر، سوء الأداء بشكل أو بآخر، هو الذي يؤدي إلى مثل هذه المشكلات. ما المشكلة في الثروة العراقية؟ يعني العراق من البلدان الغنية، في حين أن نسبة الفقر فيه مسجلة رقم قياسي سلبي. العراق بلد ثروته واقتصاده يفترض أن يكون قوي، نلاحظ بأن الإنتاج عقيم والاستهلاك خصب. العراق بلد طيب. النخيل يستورد التمر. طيب. يعني عندما دكتور... نتحدث عن هذه الأمور نشعر بالغرابة بصراحة.
دكتور عامر حسن فياض أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. أول أخبار الاقتصاد والبداية لأخبار المال والأعمال من صحيفة القبس ونقرأ فيها: الإمارات أكبر مستثمر عربي بالخارج بإجمالي 155.5 مليار دولار في عام 2019. قال عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد رئيس مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج ان الاستثمارات الوطنيه بالخارج تمثل احد الممكنات الرئيسيه التي تعول عليها الدوله في تحقيق الاهداف الاقتصاديه الطموحه للخمسين عاما المقبله. واكد خلال الاجتماع 25 لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج انه وضعنا خطه واضحه لاهداف المجلس المستقبليه مرتبطه بالرؤيه الاقتصاديه لدوله الامارات، وسنعمل على دعم وتبني كافة المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الإماراتيين بالخارج وفتح أسواق جديدة لهم وتسهيل قدرتهم على الوصول إلى الفرص. ومن صحيفة الرياض السعودية نقرأ فيها: أسواق النفط تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ حزيران عام 2020. نتابع. سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ الأسبوع الأول من شهر حزيران عام 2020، وذلك بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر كانون الأول لعام 2020 بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. وسجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر تشرين الثاني لعام 2020 مكاسب بمقدار 9.6%، ويوجه الإعصار دلتا الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأمريكي بخليج المكسيك في 15 عاما وفقا لرويترز، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي. أخبار التكنولوجيا، ومن هذه الأخبار نطلع على صحيفة اليوم السابع: علماء يحددون أقصى حد لسرعة الصوت تصل إلى 36 كيلومتر في الثانية. كشف التعاون البحثي بين جامعتي كوين ماري وكام بيرتج في بريطانيا ومعهد فيزياء الضغط العالي في روسيا أسرع سرعة ممكنة للصوت، وكانت النتيجة التي تم التوصل إليها من قبل هي حوالي 36 كيلومتر في الثانية. وتبلغ ضعف سعرة الصوت في الماس، وهي أقوى مادة معروفة في العالم، والموجات بشكل عام سواء صوتية أو ضوئية هي اضطرابات تنتقل الطاقة من مكان إلى آخر، ويمكن أن تنتقل الموجات الصوتية عبر وسائط مختلفة مثل الهواء أو الماء وتتحرك بسرعة مختلفة اعتمادا على ما تنتقل عبره. من صحيفة النهار نقرأ فيها مشاهدينا: المملكة المتحدة تتعهد بتشغيل جميع المنازل بطاقة الرياح. نتابع. أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون عن خطة لتشغيل جميع منازل المملكة بالاعتماد على طاقة الرياح بحلول عام 2030. وكشف موقع إنغاد جيت التقنية أنه مشروع طموح ويتطلب استثمارات جدية في عنقات الرياح وعنفات الرياح الجديدة خلال العقد المقبل، لكنه قد يشكل خطوة رئيسة نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي حددت في اتفاق باريس للمناخ في العام 2015. وخلال مؤتمر لحزب المحافظين قال بوريس جونسون: سنشغل بالطاقة النظيفة غسالتك وموقدك وتدفئتك وشاحن مركبتك الكهربائية وأيضا سخانك، وستستمد جميع أجهزتك كهربائيا من نسمات الهواء التي تهب على تلك الجزر. أول أخبار الصحة، كتبت صحيفة البيان الإماراتية: علماء الأوبئة يشككون في قدرة علاج ترامب على إيقاف هجمات كورونا. ما زال علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا يحير العلماء ويثير حالة من الجدل، وليس لدى الخبراء أي فكرة عما إذا كان عقار ريجينيرون التجريبي لكوفيد 19 الذي تم إعطاؤه لترامب
يعمل حقا، ويصرون على أنه لا يزال من الممكن أن يصبح عديم الفائدة. وحصل دونالد ترامب على العلاج التجريبي بالأجسام المضادة بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية الأخرى لعلاج عدوى فيروس كورونا، مؤكدا أنه شفي من مرضه في نفس اليوم الذي حصل فيه على الدواء، ووعد الآن بإعطائه مجانا لكل أمريكي في الولايات المتحدة. ومن صحيفة الدستور الأردنية كورونا وشلل الأطفال في انطلاق الدورة 67 للجنة الإقليمية للصحة العالمية، وأيضا نتابع تفاصيل هذا الخبر. أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس أنه في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ستعقد الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلكترونيا لأول مرة على الإطلاق، وسيتواصل عبر الانترنت وزراء الصحة وممثلون رفيع المستوى من 22 بلدا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط جنبا إلى جنب مع المنظمات الشريكة وأيضا المجتمع المدني لمناقشة القضايا الصحية خلال هذه الدورة، والتي تعقد يومي 12 و13 من تشرين الأول لعام 2020. مشاهدينا، للحصول على المعلومة الدقيقة من ذوي الاختصاص ومعرفة آخر تطورات جائحة كورونا، معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور زياد حازم عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. صباح الخير، أهلا وسهلا في طبعة اليوم دكتور. صباح النور لكم سالم مشاهدي الأوقية الإخبارية الكرام. أهلا وسهلا دكتور زياد، ممكن أن تعطينا فكرة عامة عن الموقف الوبائي في العراق؟ نعم، لغاية يوم أمس كان الموقف الرسمي لوزارة الصحة العراقية عدد الإصابات كان 2206، كان أقل من عدد الشفاء بكثير اللي هو بلغ 3827. وهاي حدثت يعني وتحدث بدأت تحدث بالآونة الأخيرة، نتيجتها طبعا زيادة نسبة الشفاء العامة في عموم البلاد، وصلت لحد يوم أمس إلى 83.6%، وكذلك نسبة الوفيات، ولو احنا كل حالة وفاة نأسف لها لكنها بدأت تتدنى منذ شهر آب الماضي كانت أكثر من 6%، لغاية يوم أمس أصبحت 2.4%. وكذلك أدنى مؤشر هو نسبة الإصابات إلى الفحوصات، لغاية يوم أمس كانت 13%، يعني من كل 100 فحص هناك 13 إصابة. هذا الموقف يبدو جيدا والأمر يبدو تحت السيطرة لغاية هذه اللحظة، لكن بالتأكيد اتخاذ الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية هو الكفيل لتحجيم المرض إن شاء الله. طيب دكتور زياد، يعني هذه نسبة التراجع في الإصابة وارتفاع بحالات الشفاء خلال اليومين الماضيين، على ماذا يدل هذا المؤشر؟ يعني أنه بدأ الإنسان أو المواطن على يعني معرفة بأعراض كورونا ومتابعة حالاته بشكل دقيق، أم نتيجة قلة الفحص؟ يعني نتيجة أنه بدأ حسب ما عرفنا أنه وزارة الصحة بدأت تقلل من نسبة الفحص بالكورونا، هل هذا صحيح أم لا؟ لا، هو طبعا هذا الامر بالتاكيد مو صحيح. انا لحد الان الهدف اللي وضعته الوزاره انه تكون نسبه الفحوصات اكثر من 15,000 فحص يوميا، لحد الان محققين هذا الهدف. نسبه الفحوصات جيده، تعتبر جيده وافضل من لغايه تموز الماضي كانت اقل من 10,000، اليوم كانت 16,000، قبل يومين كانت 15,000 20,000. يعني الفحص مستمر بشكل طبيعي وباعداد كبيره. مستمر وفحوصات جيده، لكن قله عدد الاصابات الى كثير من الاسباب، من ضمنها طبعا بالتاكيد الان اصبحنا مسيطرين بنسبة اتخاذ البروتوكولات، استخدام البروتوكولات العلاجيه الجيده، استخدام البلازما النقاهه الجيد، الكثير من الاسره والمستلزمات وحتى شحه الاكسجين تم السيطره عليها، تم افتتاح بالنسبه للعاصمه الحبيبه بغداد، تم افتتاح مستشفيين في الكف معرض بغداد ومستشفى البياع، بغصافه عندنا مستشفى العطاء، وسيتم ايضا افتتاح مستشفى ملعب الشعب الميداني، زياده الاقسام والمستشفيات والسعه السريريه وخاصه بما يخص مرضى كورونا، كل هذا ادى الى انه تزيد نسبه الشفاء، هاي اولا. الشغله الثانيه، احنا لحد الان
التغيرات المناخيه متى تكون درجه انخفاض حاد بدرجات الحراره، لكن نتوقع انه خلال الفتره القادمه خلينا نقول اسبوع او اسبوعين او اكثر عندما تقل درجات الحراره احنا فيروس كورونا يعيش على انخفاض درجات الحراره والمناطق الرطوبه. هاي الامرين ولاحظناها في الكثير من الدول العربيه المجاوره مثل لبنان والاردن وتونس وبعض الدول الاوروبيه، ايضا زادت نسبه الاصابات مع انخفاض درجات الحراره. هذا الامر اللي نتخوف من عنده. وزاره الصحه اكملت كل استعداداتها، موجوده الاستعدادات، لكن الامر يقع بالتاكيد على عاتق المواطن الكريم في اتخاذ سبل الوقايه المناسبه له. طيب دكتور، يعني هل هناك ممكن تكون اجراءات محدده يجب ان تتخذ للسيطره على زياده اعداد المصابين بفيروس كورونا، خصوصا مع قله الالتزام من قبل المواطن للاسف؟ للاسف هو يعني احنا ثلاث امور نرجع ناكدها من خلال العراقيه الاخباريه وبرنامج سبعه اليوم المميز: التباعد البدني، لبس الكمامات، غسل وتعقيم الايدي. هاي الامور الثلاثه اذا اتخذناها راح نقي انفسنا، لكن بالتاكيد هناك الكثير من الامور اللي لاجل السيطره: الغذاء الجيد، التهويه الجيده، الابتعاد عن الاماكن المكتظه حتى لو كان اكو اصابات، اخذ لقاح الانفلونزا، المراجعه المبكره لغرض التشخيص المبكر، كل هاي الامور بالتاكيد ستكون سانده من اجل تفادي تحجيم المرض وتفادي ايضا الاصابه به. حتى الاصابات ستكون طفيفه لو كان الجهاز المناعي للجسم جيد، لو كان الغذاء جيد، ولو كانت الامور اللي نتكلم عنها تتخذ بصوره جديه. نعم. دكتور زياد، اكو نقطه يعني نركز عليها، هي يعني من وجهه نظركم تعتقدون ان مساله تقييد حركه المواطنين من قبل الحكومه أمر وارد مع قدوم الشتاء والزيادة المترقبة في الإصابات، ما هي توقعاتكم؟ والله احنا لاحظنا بكل صراحة، نتكلم بكل شفافية من خلال العراقية الإخبارية، أنه لم يجدي نفعا الحظر الجزئي أو المناطقي أو الكامل بالفترة اللي طبق بها. القوات الأمنية للأسف كانت فقط تركز على سير المركبات، أما داخل المناطق السكنية والتجمعات البشرية كانت مستمرة. احنا لو يتم المحاسبه على من يلبس الكمامات ومن لا يلبس الكمامات مثل الكثير من الدول، حتى الدول المجاوره مثل ايران مثل الامارات، يحاسبون على لبس الكمامات. هذا الامر لو يطبق، لو تكون عندنا فرصه للتطبيق او تنفيذه من خلال الجهات التنفيذيه المتمثله بوزاره الداخليه والمنظمات الحكوميه وغير الحكوميه السانده، لكنا اقل اصابات ونستطيع ايضا تحجيم المرض بصوره افضل، لانه تقييد سير المركبات لاحظناه يعني لم يجدي نفعا، وكذلك الحظر بكل صنوفه. وانا شخصيا ما لا اعتقد انه سيتم اتخاذ الحظر، لانه كل المؤشرات لا تشير الى انه الحظر سيتم اتخاذه الا اذا طار معين في الفتره القادمه. طبعا نعم. عضو الفريق الاعلامي لوزاره الصحه الدكتور زياد حازم، شكرا على كل هذه المعلومات في طبعه اليوم، شكرا جزيلا. شكرا لكم. إلى أخبار الثقافة والفنون، حيث كتب الصحيفة الراية القطرية: الرجال ينتصرون لنون النسوة في جوائز نوبل 2020. نتابع التفاصيل. في الوقت التي سيطرت عليه النساء على جوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء والطب والأدب تقديرا لأبحاثهن واكتشافاتهن ومساهماتهن البارزة للإنسانية، كان أغلب أعضاء لجان تحكيم الجوائز من الرجال، حيث شكلت النسوة أقل من ربع المقاعد في اللجنة المشرفة على هذه المكافآت المرموقة. ولكن في ستوكهولم استأثر الرجال هذه السنة على رئاسة كل اللجان المسؤولة عن اختيار الفائزين بجوائز نوبل، بينما يتواجد في لجان الاقتصاد امرأتان من أصل 11 عضوا، والكيمياء 3 من أصل 10، والطب 4 من أصل 18، والفيزياء امرأة من أصل 7 أعضاء، وحتى لجنة جائزة الآداب تضم امرأتين من 7 أعضاء. ومن أخبار أيضا الفنون، كتب صحيفة الإهرام المصرية وصدر حديثا كتاب لا تنتحر، يطرح أسباب الظاهرة وكيفية المقاومة. صدر حديثا عن دار السعيد المصرية للنشر والتوزيع كتابا تحت عنوان
لا تنتحر للكاتبة علياء ناصف، والذي يقدم معالجة واقعية لظاهرة الانتحار من خلال رسائل تحفيزية مختلفة ضد هذه الظاهرة، وتختلف باختلاف الأسباب التي يمكن أن تدعو للانتحار من وجهة نظر أصحابها. وقالت الكاتبة كما يتناول الكتاب ظاهرة التنمر والتي أدت بدورها لقيام العديد من الأفراد صغارا وكبارا بالانتحار بسبب معاناتهم النفسية من أثارها، ويعرض الكاتب بعض الرسائل والأساليب لمقاومة هذه الآفة المجتمعية والقضاء عليها. ومن الأخبار المنوعة مشاهدينا، اخترنا لكم ما نشرته صحيفة الرؤية في حيث افتتاح أطول جسر مشاة معلق في بالعالم في البرتغال. نتابع التفاصيل. تتميز كل دولة حول العالم بعدد من المعالم والمنشآت المعمارية والسياحية المميزة التي تكون بمثابة عامل جذب للسياح. وفي هذا الصدد تم افتتاح أطول جسر معلق للمنشآت في العالم بالبرتغال هذا الخريف، ومن أعلى الجسر إذا أردت الاستمتاع بالمناظر البانورامية الطبيعية التي تحيط بك من الشلال إلى النهر الذي يتدفق سريعا أسفلك، سيستغرق ذلك أو عبور الجسر 10 دقائق. أما إذا رغبت في الاندفاع سريعا عبره فسوف يستغرق الأمر منك 4 دقائق فقط. ومن صحيفة السابع المصرية اليوم السابع المصرية، فتاة مكسيكية تفقد حياتها أثناء تصوير تمثيلية اختطاف لنشرها على السوشيال ميديا. لنتابع التفاصيل. قتلت فتاة مكسيكية تبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص عن طريق الخطأ في حادث مأساوي أثناء تصوير عملية اختطاف وهمية كانت ستنشرها عبر موقع التيك توك. وذكر موقع جريدة نيويورك بوست التي نشرت سابقا عملية اختطاف زائفة أخرى عبر تطبيق التواصل الاجتماعي أصيبت بطريق الخطأ في رأسها الأسبوع الماضي أثناء تصويرها لأحد مقاطع الفيديو. وأوضح التقرير أنه كان ما لا يقل عن 10 أشخاص حاضرين عندما بدأت المقيدة على كرسي الكفاح مع خاطفيها المزيفين، وانفجر المسدس وضربها في رأسها وقتلت على الفور حسب ما ذكر شهود العيان. وفي الرياضة مشاهدينا وأيضا من عالم المستديرة، كتب الصحيفة النهار هولاند ثاني لاعب يسجل هاتريك في دور الأمم الأوروبية بعد كريستيانو رونالدو. نتابع التفاصيل. نجح النجم النرويجي إيرليك هولاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في قيادة منتخب بلاده للفوز على رومانيا ب4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب أوليفول ضمن لقاءات جولة الثالثة من دور المجموعات بدور الأمم الأوروبية. ويعد هولاند أول لاعب يسجل هاتريك في مسابقة دور الأمم الأوروبية منذ كريستيانو رونالدو، والذي فعل ذلك في حزيران عام 2019. ومن صحيفة القبس العربي، إنجلترا تهزم بلجيكا بصعوبة وتتصدر المجموعة بدوري الأمم الأوروبية. إليكم التفاصيل. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا على نظيره المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب ويمبالا وبالعاصمة لندن ضمن مجموعة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. واستعد منتخب لخوض مواجهة اليوم بالفوز على منتخب ويلز وديا بثلاثية نظيفة، وبهذه النتيجة يخطف المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصد 7 نقاط بفارق نقطة على المنتخب البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 6 نقاط. عادة ما تكون النساء ضعيفات في كرة القدم جداً وفي أمور أخرى أكثر خبرة. مشاهدينا الكرام، هكذا طلعناكم في أهم العناوين الصحفية في الصحف المحلية والعربية والعالمية لهذا اليوم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ميثاق، شكرا لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.